يعطيكم العافية. بالنسبة للأسباب، أنا رح أستعرض عليكم الأسباب حتى نقدر نستخلصها للحالة السريرية اللي حكيتكم إياها صديقي. ذكر ببداية المحاضرة بأنه مرض الـ IUGR سابقاً كان يدعى بقصور النشيمة المزمن، لكن فيما بعد لما اكتشف بأنه السبب قد يكون ناتج ليس فقط من النشيمة، قد ينتج من الأم، قد ينتج من الجنين، وقد ينتج أيضاً من النشيمة والحمل السري. بناء على هذا الكلام تصنف الأسباب الـ IUGR إلى أسباب أمومية، أسباب جنينية، أسباب نشيمية. خلونا أول شيء نحكي عن الأسباب الأمومية. رقم واحد والأشياء التدخين، ذكر الحالة السريرية بأنه هي سيدة مدخنة، تمام؟ رقم اثنين سوء التغذية. سوء التغذية كونها نزحت نتيجة الزلزال، ومعظم الناس هين اللي نزحوا بالزلزال أخذوا أطعمة معلبة مثل ما حكى وأدوات بلاستيكية، وهي الأدوات غالبا تحتوي على مادة البيسفونيل أي. هاي مادة البيسفونيل أي بتنحل وبتعبر النشيمة، ونتيجة التعرض المتكرر لهي المادة رح تأثر بشكل من الأشكال على نمو الجنين. إذا رقم واحد التدخين، رقم اثنين سوء التغذية، رقم ثلاثة خلونا نحكي عن الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة ذكر بأنه هي بتعاني من داء الضغط، سواء كان هذا الداء، سواء كان هذا الارتفاع الضغط إما مزمن أو حملي. أشياء الأسباب الأمومية اللي عم تجي للـ IUGR اللي عنا هي غالباً تدخين وارتفاع ضغط حملي. هي معظم الأسباب، هي مجمل الأسباب الأمومية. هلا الأسباب الأمراض المزمنة هي من ضمن الأسباب الأمومية تتضمن عنا مثلاً أمراض القلب مثل أمراض القلب المزرقة، مشاكل كلوية مثل قصور الكلوي المزمن أو الفشل الكلوي، عندنا ارتفاع الضغط مثل ما حكينا سواء المزمن او الحملي، ايضا السكري خاصه اذا كان مهمل او غير معالج، تمام. هلا في هون عندنا فيديو، بما انه التدخين هو من اشجع الاسباب المنتشره، فهذا الفيديو بيوضح تاثير اليه التدخين على احداث الـ IUGR، تمام. هون بنلاحظ مثل ما احنا شايفين الأوعية المغذية سواء الشرايين والأوردة اللي عم تزود الجنين بالأكسجين والإيذاء، تمام؟ هلا نتيجة التعرض للنيكوتين، تمام؟ هذا النيكوتين رح يأثر على تشكل الأوعية، تمام؟ الأنجيوجينيسيس مثل ما احنا شايفين انتشر النيكوتين، تمام؟ تمام. شوفوا شو تقبض الأوعية، تمام. هون هذا العدد الطبيعي للأوعية. هلا نتيجة النيكوتين رح يأثر على تشكل هاي الأوعية، هاي الأوعية رح يتناقص عددها. شوفوا شلون نتيجة الحالة المرضية تناقص عدد الأوعية، فبالتالي رح يأثر على الأكسجين والغذاء اللي عم يوصل للجنين، تمام. هلا لما النيكوتين بصير يوصل للكريات الحمراء، تمام، رح يرتبط تمام. هون عنا الكريات الحمراء، هون عنا الكريات الحمراء، وهذا الجزيء الهيموجلوبين، تمام. لما بيدخل النيكوتين لما بيدخل النيكوتين رح ينافس الاكسجين على ارتباط الهيموجلوبين، تمام. هو حادي اكسيد الكربون، فبدل ما يصير يرتبط الاكسجين رح يصير يرتبط النيكوتين وحالي اكسيد الكربون، تمام. هذا الاكسجين طبعا الابيض، هذا الاسود النيكوتين او حالي اكسيد الكربون، بلش ينافس الاكسجين على الارتباط، هذا الشيء بالنتيجه رح يسبب نقص اكسجين للجنين. هلا هي دراسه من باكمنت كمان درست تاثير التدخين على اهداف الـ IUGR. نتيجه هي الدراسه انه تبين بانه التدخين
له تأثير على المراحل المتأخرة من الحمل، تمام؟ والأسباب العمومية اللي بتسبب الـ IUGR هي غالباً بتكون النمط غير متناظر، يعني نمط الـ IUGR غير متناظر مثل ما شرحت زميلي من شوي بيصير في المراحل المتأخرة من الحمل، على عكس الـ IUGR المتناظر. وهون بوصل بهي الدراسة بأنه التدخين له تأثير في الأسبوع ما بعد 34، تمام؟ ما بعد الأسبوع 34 وأسبوع ما بعد 34 هو من المراحل المتأخرة، والمراحل المتأخرة بيصير الـ IUGR غير متناظر اللي بيكون سببه غالبا أسباب عمومية. هون رح نحكي عن الأسباب المشينية. الأسباب المشينية غالبا مثل ارتكاز المشيمة المعيب، تمام؟ عندنا ارتكاز المشيمة الباكر، المشيمة بتفك ارتباطها بحضانة الرحم قبل الميعاد المناسب. عندنا ايضا الاورام الدمويه ضمن المشيمه، عندنا الاحتشاءات، عندنا التشوهات بالمشيمه وغيرها من امراض المشيمه. هلا الاسباب الجنينيه، الاسباب الجنينيه غالبا بتسبب الاي يو جي ار من نمط المتناظر، على عكس الاسباب العموميه اللي انها بتسبب الاي يو جي ار غير متناظر. الاي يو جي ار المتناظر بيصير مثل ما حكى زميلي بالمراحل الباكره من الحمل، تمام؟ هلا الاسباب الجنينيه غالبا مثل التشوهات الخلقية، التشوهات الخلقية للجنين، أيضا عندنا أمراض القلب الولادية، فتحة بين البطينين، فتحة بين البطينين، رباعية فالو، شدودات صبغية، تثلث، إخلاء، انقلاب وغيرها. أيضا عندنا إصابة الجنين بأذية ميكانيكية، أذية ميكانيكية يعني إنه الحبل السري بيلتف حول عنق الجنين فبيسبب اختناقه. عندنا شدودات أيضا بالحبل السري، بدل ما يكون عندنا شريانين سريين بصير عندنا شريان سري واحد، تمام؟ هي باختصار السببية. أنا كمراجعة سريعة قلنا إنه هي أسباب عمومية جنينية مشينية. هذا بيقدر من الزملاء الفضول يذكر لي سبب واحد فقط من بين كل صنف، يعني مثلا صنف سبب من الأسباب العمومية واحد من الجنينية واحد من المشينية، تفضل. تمام الجنينية بالضبط. هلا اذا حكينا عن السببيات، هلا خلونا نحكي عن التشخيص، تمام؟ هلا اجت مريضه، تمام؟ اجتك مريضه قالت انا يا دكتور انا حامل بالشهر السابع، تمام؟ وحسيت انه بطني ما عم بكبر، حماتي رايحه عليها بتقول لي بطنك ما عم بكبر. رحت عند الدكتوره وعملت ايكو، تمام؟ نتيجه هاي الايكو طلعت اني انا حامل بالشهر الخامس، وانا فاكره حالي حامل بالشهر السابع. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هلا، هل انا نتيجه هذا الكلام بناء على كلام المريضه مشكله بنمو الجنين، ولا هي عباره عن خطا حسابي في تقدير سن الحمل وهي كثير بتصير؟ انا بهالحاله بشكل عام انا لحتى اقدر سن الحمل بشكل دقيق انا لازم احصل على تاريخ اخر دوره طمثيه، لاست منسترول بيريود، المعروفه اختصارا LNB. هلا LNB مثل ما انتم شايفين لحتى يكون دقيق بيتطلب ثلاث شروط اساسيه، تمام؟ هل الشروط الأساسية رقم واحد إنه تكون الدورة الطمثية منتظمة على مدار 6 أشهر في الفترة ما قبل الحمل. رقم اثنين إنه تكون السيدة غير مرضعة. رقم ثالث إنه يعني عدم تناولها لموانع الحمل الفموية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، تمام؟ هي شروط الـ LNB لحتى يكون دقيق. طيب معظم الحالات الـ LNB بيكونوا الحوامل نسيانين، يعني انا ما عم بقدر احصل عليهم من خلال الحوامل وقت انا بدي اخذ القصه السريريه. فبهالحاله انا لازم الجا لعده اختبارات بحيث انا من خلال اقدر سن الحمل حتى اعرف شو وضع الجنين، هل في مشاكل بالنمو ام هي الحامل ما عم تعرف تقدر عمر الحمل. هلا رقم واحد عندنا كفحص سريري، عندنا هذا الفحص بنسميه هو الفرد الخيل، اللي هو انا بقيس ارتفاع قعر الرحم عن ارتفاع العانه. مثل ما انتم شايفينه بيقيسوا بالمازوره، تمام؟ هذا الفحص السريري بنستعمله من ضمن الفحوصات. ثاني شيء بننتقل على الاستقصاءات، هلا الاستقصاءات بشكل رئيسي كمان عندنا الايكو وعندنا الايكو دبلر. هلا الفحوصات اللي انا بعملها بالايكو عندنا الاي سي يعني الابديمينال سيركمفرنس محيط البطن، تمام؟ وعندنا كمان وزن الجنين المتوقع استيميتد ثيتا دبليو، تمام؟ وكمان عندنا من الفحوصات قياس الضغط بين الجدارين، تمام؟ الباي فيريتال ديامتر، وعندنا قياس طول الفخذ. هي
وكمان عندنا قياس محيط الراس الهيب سيركمفرنس، وعندنا مشعل السائل الامنيوسي. هلا هي القياسات اللي انا عم بتبديها، وبالاضافه للفحص السريري اللي هو قياس ارتفاع قاع الرحم على ارتفاع العانه. هذا الفحص السريري وهدول الفحوصات دي انا برجع بعمله بعد اسبوعين، تمام؟ وكبر يعني بعيد هي الفحوصات وبشوف النتيجه هون. في حال تغيرت هاي النتائج، تغيرت النتائج لقيت انه في نمو بالجنين، معناها غالبا المريضه مخططه في تقدير سن الحمل. اما في حال النتائج ضغطت على حالها مثل ما كانت قبل اسبوعين، فانا هون غالبا ممكن اتوجه لانه يكون في مشاكل في نمو الجنين، فبتابع باستقصاءات الدوبلر. استقصاءات الدوبلر هي يعني خاصه موجوده ضمن جهاز الايكو، يعني اجهزه الايكو بتفعل خاصه الدوبلر. الدوبلر بشكل اساسي بيستعملوا للرقم، للمراقبه ولتحديد موعد الولاده. هلا هدول في شرايين معينه انا بجري عليها الدوبلر. رقم واحد دوبلر الشريان الرحمي يوتراين ارتري، ايضا عندنا دوبلر الشريان السري امبيتال ارتري، وعندنا دوبلر الشريان الشمالي المتوسط ميدل سيربرال ارتري، وعندي دوبلر القناه الوريديه ديكتوس بينسس. هلا دوبلر الشريان الرحمي دوبلر الشريان السري انا بستعمله بشكل رئيسي لحتى اعرف وضع النشيم. اما دوبلر القناه الوريديه دوبلر الشريان دي ما بنوصل حتى انا اعرف وضع الجنين. هلا خلونا نحكي اول شيء عن دوبلر الشريان الرحمي. دوبلر الشريان الرحمي هو يعد كمعيار اول وسيله تشخيصيه من بين الدوبلر عن اي امراض تمتلك عامل خطر من عوامل الخطوره اللي انا ذكرتها في السببيات، يعني مثلا مدخنه مع ضغط مع سكري مع امراض وغيرها من الامراض المزمنه او تعرضت لزوجة فيه، اي عامل خطر موجود عند هي المريضة فأنا هذا استطباق حتى أني أعملها دوبلر شريان رحمي. ودوبلر الشريان الرحمي يجرى في الثلث الثاني من الحمل، تمام؟ يعني غالبا من الأسبوع 20 لل 24. وكمان من خاصية دوبلر الشريان الرحمي بيعطيني قيمة أو بيعطيني استقرار أو تلقى قيمة سيجري لمحصول الحمل بالثلث الثاني. إذا دوبلر الشريان الرحمي معيار أول للتشخيص عن اي امراه تمتلك عامل خطر من عوامل الخطر اللي انا ذكرتها بالسببيات، وبعمله بالثلث الثاني وبيعطيني تنبؤ او استقراء لمسجل لمحصول الحمل للثلث الثالث. هلا ننتقل لدوبلر الشريان السري. دوبلر الشريان السري كمان انا بستعمله لحتى اعرف وضع المشيمه، هل يعني مشان اعرف اذا في قصور او لا، وهذا القصور اذا موجود ايش نسبته. تمام، اللي بيهمني بدوبلر الشريان السري هو انه انا عندي موجتين، موجة انقباضية وعندي موجة انبساطية، تمام؟ هلا هي اللي بيهمني هو الموجة الانبساطية. هلا قلنا الموجة الانبساطية بدي ادرس علاقة الموجة الانبساطية مع خط السواق، تمام؟ قلنا الموجة الانبساطية نزلت لتحت فبتكون نسبة القصور أعلى. هلا هون طبيعية موجة انبساطية شوف شلون مرتفعة، تمام؟ نيجي لهون بنلاقي بلشت تختلف من خط السواق وتنزل، هون صارت متناقصة، فبيكون هون غالبا نسبة القصور 50%. تمام؟ اما هون الموجه الانبساطيه صارت على خط السواء، هون بنسميها غائبه ابسنت، هون بيكون نسبه القصور 70%. اما هون لما بتصير تحت خط السواء هون بسميها معكوسه، هون بتكون نسبه القصور 90%. تمام؟ هي بالنسبه لدكتور الشريان السري. هلا دكتور القناه الوريديه بشكل عام، حدا عنده فكره يعني شو هي القناه الوريديه؟ حدا عنده فكره؟ تفضل. القناه الوريديه تفرع الوريد السري. تمام، ايه شوف هو يعني القناه الوريديه بشكل عام هي التقاء وريدين، التقاء الوريد السري، تمام؟ مثل ما انت شايف هون التقاء الوريد السري مع الوريد الاجوف مع الوريد الاجوف السفلي مع الوريد السري، تمام؟ الوريد الاجوف السفلي هو غير القلب بيتصل مع الوريد السري بشكله القناه الوريديه. هلا دوبلر القناه الوريديه انا بشو بيهمني؟ دوبلر القناه الوريديه انا بستعملها للمراقبه، تمام؟ بستعملها في حال انا مثلا كانت القيم الدولارية في حال كانت القيم الدولارية غير طبيعية، تمام؟ يعني مثل كان الدولار الشريان الرحمي والدولار الشريان السري قيمهم غير مطمئنة، فأنا هون بلجأ للدولار القناة الوريدية. كمان أيضا في حال أنا بدي أحدد موعد الولادة، هي الولادة إذا كانت باكرة، تمام؟ غالبا بتكون بين الأسبوع 32 ولا 34، تمام؟ أو أنا ما بدي إيري الحمل لكن بدي رأي، كمان بلجأ للدولار القناة الوريدية. دولار القناة الوريدية عملوا عنها رسالة دكتوراه نتيجة تهميش استخدامها يعني كوسيله تشخيصيه، ليش؟ لانه استخدامها بيتطلب يعني خبره سريريه يعني عاليه.
اما طبعا بتغيير دوبلر الشريان دماغي المتوسط، دوبلر الشريان دماغي المتوسط هذا بيلجا في الحالات المتقدمه، تمام؟ الحالات عاليه الخطوره. ايش؟ احنا الاصابه بتصير على مراحل، يعني اول شيء بتنصاب المشيمه، بعدين الشريان السري، بعدين بنوصل الاصابه للجنين والدماغ. في الحال كانت قيمه قيمه الدوبلر الشريان الدماغي المتوسط غير طبيعيه، معناها هون غالبا انا استطلاق انهاء الحبل بشكل مباشر، تمام؟ استطلاق انهاء الحبل بشكل مباشر بغض الطفل حتى يوصل الاسفاس العوده. تمام؟ هي باختصار حكيت اذا عن حكيت عن السببيه، حكيت عن التشخيص، بتمنى يكون كل شيء حكينا لحد الان واضح، كان بدنا نستمر معكم اكثر لكن الوقت يعني ما بصرفنا. فهلا بعد ما عرفنا السببيه وبعد ما عرفنا الاليه المرضيه، خلونا هلا نشوف شلون طرق التدبير. وسلم على السبيل، شكرا.